السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا اسمي ناظم درويش وأنا من سوريا ومقيم حاليا في ألمانيا أنا مهندس كهرباء لكن عم بدرس اللغة الألمانية من فترة قصيرة قدرت أنجح بفحص البي آينس وكثير أشخاص طلبوا مني على الخاص أنه كيف شلو هي الطريقة اللي قدرت فيها تنجح في البي آينس وتجيب علامات عالية طبعا أنا قدرت أتخل أتغلب على حوالي 13 جنسيه كانوا معي بالصف واغلبيتهم اوروبيين لذلك ما تستقل بحالك اذا كنت انت من الشرق الاوسط او كنت من شمال افريقيا فانت قادر تتغلب على كل هالاشخاص ما في حدا اذكى من حدا في هالدنيا لذلك انا هلا صورت فيديوهات في البيت هاي الفيديوهات عبارة عن جمل فينك تشيلها مثل ما هي وتستخدمها بالبريف لكن في البداية لازم تكون انت فاهمان متطلبات البريف وفهمان كل جملة وين تستخدمها لذلك قبل ما تبلش بالفيديو التعليمي جيب قلم وورقة وسجل هالجمل عندك واحفظهم مثل ما هني مبصم وان شاء الله رح تجيب علامة عالية انا جيب 19 من 20 وانت بتقدر تجيب 20 هلا عنا بالجملة الاولى لما بيكون في عنا بالبريف طالبين مننا انه انت عندك موعد لمعاينة الشقة مثال انه في 15 نوفمبر عندك موعد لمعاينة الشقة وانت لازم تلغي هذا الموعد وانت اضافة لذلك انه ما حسنت تتصل في هذا الشخص لذلك لازم تكتب له البريف الاعتذار او انه انت بدك تلغي الموعد فانا كاتب ام فمفتين الفتة تفايتاوزن حابي اش بزيشتي كونتس ترمين فور ايري فونونك أبا إيش مسلايدة دين ترمين أب أنا هون كاتب إنه بخمسة عشر نوفمبر إنه أنا عندي موعد لمعاينة الشقة شق شقتك لكن أنا للأسف لازم ألغي هذا الموعد أب هو للغي المواعيد إيش كنت زي نيشت الراشن إنه أنا لم أستطيع الاتصال بك لذلك لهذا السبب ايش اينن Ihnen diesen Brief oder diese Nachricht. هلا عندنا الجملة الثانية ich entschuldige إنه أنا بعتذر من حضرتك. بعدين عندنا wenn Sie mir einen Termin إنه أنت لما بتعطيني موعد جديد ورد إيش مش فروين راح أكون أنا كتير سعيد. هلا الجملة اللي بعدها إيش هابي ab 2019 امتزعت أنا عندي من بعد هذا التاريخ عندي دائما وقت. هلا نجي على الجمل اللي بعدها هلا هي الجملة لما بيكون مثلا زميلتك أو زميلك أو كذا جابت ولد جديد او ولدت هلا ايش غراتوريري ديا انا ببارك لك انت فروي مش زير وانا كتير فرحان داس دو اين كنت بيكومن هاست انو انتي حصلتي على او ولدتي او حصلتي على طفل حصلتي على طفل هلا في جيتس في جيتس اس ديا وانت تعينيم كنت انو شلونك وشلون الطفل تبعك ايش هوفي <applause> فور ديش اون داينه كنت داس اير جزون زايد انو انا بتمنى او امل لالك ولطفلك انو تكونوا بصحة جيدة طبعا هاي باللون ازرق انسي انسي المانية صححت لي اياهن وانو قالت لي هيك اصبط كل شي باللون ازرق ادم صحح هلا اليوم جديد ايش هلا إيش اشمشتي ديش جيرن بزوخن انا انا حابب او رايد ازورك ديس هالب مشتي اشفسن هذا السبب بدي اعرف اوب دو ام زونتاك تايت هاست إنه ما اذا اوب ما اذا معناها دو ام زونتاك تايت هاست انو عندك وقت بزونتاك هلأ نجي على بعدها بيفور ايش كومي قبل ما انه قبل ما اجي هاي البي فور بزت الفعل للاخير وبيجي بعد الكومة فعل مباشر بكو مثل بيعمل العمل الفين بيفور ايش كومه مشت ايش اين بار فراغن انه قبل ما اجي يعني قبل ما اجي لعندك مشت ايش اين بار فراغن انه بدي اطرح عليك زوج من الاسئلة يعني was wünsch du dir als Geschenk? إنه إيش بتتمني لإلك آه كهدية؟ إيش بتتمني هدية؟ هلا اللي بعده möchtest du einen Kinderwagen oder Kleidung für dein Kind؟ إنه أنت رايدة شي عربة أطفال ولا ألبسة لطفلك؟ هلا منجي على الجملة اللي بعدها هي مثلا في زاميل داس نحن انه بدنا نجمع الاموال او نجمع المصاري ام ناظم حطيت انا اسمي انه داس كيشينك تسو انه بدنا نجمع المصاري لناظم لنشتري له هدية او نأخذ له هدية فهي بتجي هون كمان انه لما اصدقاء كلهم بيحطوا مصاري وبيشتروا هدية وحدة باسم الكل فينكم تستخدموا هالنموذج بس تغيروا في الاسم او يعني وبس بس, بس تغيروا في الاسم هلا اللي بعده ايش هابي مش لايدا ايركلتت اونت هابي هوهس فيبا هاي مثلا رسالة اعتذار انه ما راح تروح على المدرسة او راح تغيب او تاخد اذن او ما الى ذلك فانت تكتب انه انا عندي نزلة برد اشهابي مش لايدا ايركلتت وأنت هابة هوحس فيبا انه عندي حرارة عالية هلا او ساردم بالاضافة حدر ارت جيزاكت انه بالاضافة الطبيب قال داس ايش دراي تاج ام بي بلاي بنزول انه انه يتوجب علي البقاء في السرير لمدة ثلاثة ايام هلا ايش مشتي فيس فيسن ايش مشتي فيسن انا اريد ان اعرف فاس ايش تسو هاوز ليرنين ايش لازم ادرس في البيت هَيْ معناتها شخص مريض وما حسن يروح على المدرسة هلا عندنا كمان جبلتين او ساردن بيت بيت ايش زي انا بالاضافة انا بترجاك او بطلب منك ام انزري هاوس اوف يعني انه تبعت لي ال الوظائف اللي عنا يا هون أو في نقطة أولى بطريقة تانية أو سردين ايش زي ميادي هاوس أوف جابن إنه ترسل لي ترسل لي الهاوس أوف جابن يعني, <applause> <applause> <ترسلي، ترسلي> <applause> يعني الوظائف هلا إيش كان أمونتاج فيدا إندي شوله لصرو كومن أنا بحسن يوم الاثنين الاثنين مرة ثانية انو إنه أرجع للمدرسة إنه يعني اطيب واروح على المدرسه هلا اللي بعده. ايش بين الرايش بار فون 14 بس 18 و انت ميني ماينه بتحطو رقم التليفون او ده انت ماينه ايميل بتحطو الايميل او بتكتبو الايميل تبعكن يعني هاي ايش يعني ايش ايش بين الرايش بار انا تحت المول خدمه انا يعني فيكم تنتصفوا فيني في الوقت او ترسلوا او عبر الايميل هلا ايش كان لايدا نيشت كومن انا لا استطيع ان اتي للاسف فايل ايش اورلاوب هابي لاني عندي عطله هون العطله في المانيا يعني اللي عنده اورلاوب الأورلاوب يعني هو بيروح يسافر برات المانيا دن اورلاوب حابه ايش شون لانج انه يعني انه هذا الاورلوب انا خططت له من زمان عندي رايزه شون يبوخت انه وللسفره انه حجزت بالفعل للسفره يعني دفعت مصاري وحجزت كل شيء وعملت كل شيء انا فهذا هي ممكن تكون انه رساله اعتذار مثلا عن حضور حفل زفاف او جيبورد عيد ميلاد او ما الى ذلك انه انت عندك في نفس هالوقت عندك اورلوب ما فينك تروح ففينكم تاخذوا هاي الجمله وجمله طويله وفيها كلمات كتير وممكن يعني جمله تحسن تقولوا باي اينس <applause> هلا اللي بعده داسكي كيشنك ايش انه انا ماني نسيان الهديه اس است اين انه انه هي تكون مفاجاه انه راح تكون مفاجاه دي دو ام سايت تاغ بيكومست انه انت المفاجاه اللي راح تحصل عليا في يوم الزفاف فما هذا الحكي اعتذار عن عن حفل زفاف حضورا حفل زفاف وانت راح تبعث الهديه يعني من ضمن الطلبات انه او, أو داس أنه لازم تهدي او تحكي عن موضوع الهدية او المفاجأة هلا اللي بعده ايش نظم الدرويش بين او زوريان او بين او و أنا تحطوا المهنة مثلا بيكونوا طالبين منكم بالبريف مثلا هاوس ميستر أو إلكترو electro-engineer أو ما إلى ذلك فالجملة أنا أنا اسمي ناظم أنا من سوريا أنا عمري كذا أند هاب إرفارونجن ألس مثلا هاوس ميستر حسب اللي طالبين من يعني شو طالبين منكم بال بالنص البريف انتم بتحطوه او عن نفس كل زمان طالبين فممكن تحط هاوس ميستا او ما الى ذلك او الكترو انجينيو هلا انزو يان هابي ايش ان مثلا داماسكوس او دا اليبو درايياري درايياري الس الكترو انجينيو او هاوس master جي إنه انو انا انا في سوريا في مثلا مدينة حلب او مدينة الشام اشتغلت ثلاث سنين مثلا مهندس كهرباء او هاوس مايستر حسب الطلب مثل ما قلنا هلا